دكتورة، ليش مهم نضل نوعي في أهمية الفحص المبكر؟ ممتاز، وهنا أجاوبك عليه من شقين. يعني هذا السؤال، ليش سرطان الثدي بالذات يمكن أكثر سرطان بنحكي عنه في مجتمعنا؟ لأنه أكثر انتشارا عالميا. يعني بنحكي عن سرطان الثدي، هو أكثر السرطانات تشخيصا في العالم. على مستوى عالمي حكيت لك، يمكن إحنا تحت الهواء نطلع الدولة رقم 5 عالميا من ناحية العدد. رقم مرعب. تمام؟ أوكي ماشي، بس في تفسير. مش لأنه إحنا أكثر ناس في عنا سرطان ثدي، لأنه في فهم أكثر لكيف بتصرف هذا السرطان، وصار في تولز أو ريسورسز إنه نكتشفه على الأبكر، نكتشفه على البدري، نلقطه على البدري من ناحية الأشعة المتوفرة، من ناحية الوعي اللي بزيد عند السيدات، ومن ناحية الخزعة برضو نأخذها كيف ندرسها، كيف نعرف نميز إنه فعلا هاي تحولات سرطانية. هلأ ليش كمان مهم نضل نوعي وكل سنة، وما عنديش معنى كل شهر أطلع وأحكي للستات بالذات، لأنه ممكن يصيب الرجال، ولكن هو بنسبة ضئيلة. صحيح، بنسبة ضئيلة جدا بالمقارنة مع السيدات. إحنا بنحكي هي نسبة إصابته، يعني أكثر السرطانات تشخيصا عالميا، أكثر السرطان تشخيصا بين السيدات في مجتمع في فلسطين. فبنحكي عن آخر إحصائية بال 2021 كانت. طبعا لا، ما فيش إحصائية كاملة بدون غزة أكيد. فما عندنا أرقام جديدة. ليش الكشف المبكر؟ لأنه في فرق كبير بين إنه العلاج عند أي ست تكتشف إنه في عندها سرطان ثدي لما بيكون في مراحله المبكرة أو بنسميه المرحلة الصفرية، وبين ما يكون انتشر في مكان تاني. يعني أحكي أرقام برضو. الكشف المبكر اللي إحنا بنشجع إنه خلينا نشوف إذا صار في أي تغيرات بتخلينا نفكر إنه هاي تغيرات سرطانية، ممكن تكون على شكل تكلسات ما صارت كتلة محسوسة أصلا، أو تغير هيك بشكل شكل الأنسجة في الثدي، نأخذ خزعة ونكتشف فعلا أنه في خلايا سرطانية. لا، هاي الست نسبة شفاء لما يكون بنسميه لوكل، لما يكون موجود بس في محصور بس في نسيج الثدي، نسبة الشفاء التام توصل 98%.